للأسف حصل اللي كنا خايفين منه مع عصفور الفلل بتاعنا، امتنع عن الأكل وقاعد في الأرضية ومستسلم للمرض، ودلوقتي حالا هنعمل معاه وجبة المحاياة، وجبة الحياة اللي هتعيد له بإذن الله عز وجل النشاط والحيوية. هقولك ازاي تعمل وجبة سريعة وتأكل ازاي العصفور لو تعبان، وايه هي جرعة الأكل اللي تديها له في السن ده أو في الحالة المرضية بتاعته. مش كده وبس، هعرفك على حبة حاجات كده كمان تتصرف بيها مع العصفور بتاعك، هتخلي العصفور بإذن الله تبقى حالته الصحية أحسن وتوصل بيه لبر الأمان بإذن الله. أول حاجة عاوز أذكرك بيها، ما تنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول الحمد لله وشكر لله على نعمة الطيور اللي ربنا رزقنا بيها. ويلا بينا نبدأ بقى الموضوع بتاعنا. الوجبة اللي معايا اللي هعملها دلوقتي، أنا مستخدم منتج اسمه نكتون، ده من المنتجات الجديدة اللي نزلت الأسواق، خدت منه قيمة معلقة واحدة بس وهأكل العصفور بتاعي، ولو احتجت بعد كده ممكن أبقى أعمل وجبة تانية، بس أنا في اعتقادي إن دي تبقى كمية كافية جدا. بذكرك لو لسه أول مرة تشوف القناة بتاعتنا، ما تنساش تدينا اللايك الجميل على الفيديو وتشترك في القناة من الزر الأحمر اللي موجود تحت. لما العصفور بتاعك يكون تعبان، ما ينفعش إنك تغامر وتدي وجبات ما تكونش معروفة، ادي وجبة تكون معروفة علشان خاطر في السن او في التوقيت بتاع ان العصفور تعبان او ان العصفور زغلول صغير وانت بتأكله، ما ينفعش انك تغامر بالوجبات. بما انك بتربي طيور وبتربي حاجات طفرات مميزة زي ما احنا قلنا لك تعمل على مدار سنين شغالين مع بعض على القناة، فأتوقع ان انت تكون سمعت الكلام وعندك دلوقتي طفرات عالية، فلازم الطيور اللي عندك العالية دي تهتم بيها وتقدم لها وجبات صحية وأمنة ومن أعلى المنتجات ومن أعلى الشركات في المجال بتاع طيور الزينة. فالمنتج اللي معايا دوت منتج عاملاه شركة خصيصا لتأكيل الطيور، فأنا ما ينفعش أغامر وأقول لا ما أكله بقى سريلاك ولا أكله أي بديل كده خلطة كده عاملها على إيديا. العصفور أصلا ما فيش عنده صحة إنك تقعد تجرب معاه. بصوا كده الشط اللي احنا جايبينه ده، العصفور ورا هوت الذكر التعبان قاعد في الارضيه وراسه راجع لورا، فدي الحاله الصحيه بتاعت العصفور اللي عنده برد. بعض الاحيان كمان هتسمع صوت تزييق او تصفير في صدر العصفور، كل الحالات دي تخليك تتاكد ان العصفور عنده حاله مرضيه تنفسيه. ان العصفور عمال بيجري مني يمين وشمال دي حاجه مطمناني، بس ما ينفعش اقول لا خلاص مش هاكله واسيبه بقى ايه يعتمد على نفسه، ما هو خلاص امتنع على الاكل، وانت دلوقتي عاوز تديله وجبه الحياه، الوجبه اللي هتخليه يقدر يجتاز الحاله المرضيه دي، ومره بعد مره هيبدا يرجع للياقته تاني ويبقى عنده شهيه ان هو ياكل. انت كبني ادم لما بيكون عندك برد ما بيكونش عندك قابليه انك تاكل او تستطعم الاكل او انك تعمل اي حاجه فيها مجهود، فان هو اصلا عمال بيتحرك ده كده شيء كويس، فما ينفعش بقى ان انا اغامر واقول لا خلاص مش هاكله وهو هيعتمد على نفسه، لا يبقى انا كده بضحي بيه وبغامر بحياته. على طول عملت وجبه هاند فيدنج زي ما شفتوا كده معايا، وبدات ان انا اكله في المجرى بتاع الاكل. العصفور عنده مجريين، مجرى للتنفس ومجرى للاكل، ايديا الشمال اللي ماسك بيها ناحيه صباع الابهام هو ده المجرى بتاع الاكل. اكلت الطير بتاعي الوجبه على خير، اديته بس 3 سنتي. الحويصله بتاعته في السن ده ممكن تستوعب لحد 5 سنتي، بس انا ما ينفعش ان انا ازود الاكل واديله الحويصله واخليها مليانه، لان انا كده ببقى بعمل لود عليه، فانا عاوز بس اديله وجبه خفيفه تشجعه على الاكل وتحمسه وتعلي اللياقه بتاعته. لو اتبقى معايا شويه تاكيل ممكن ااكل بيه اي زغلول عندي موجود داخل المزرعه، ولكن طبعا لازم امسح البلف بتاع التاكيل من الخارج لان كان موجود جوه الحويصله بتاعت العصفور اللي عنده برد، عشان ما انقلش اي ميكروب لاي عصفور تاني، فبقى انا مبقاش عملت حاجه تفيد وفي المقابل حاجه تضر زغلول تاني. العصفور قدامنا هو عاوز اقول لك عليه حبه حاجات، لاحظ ان في التوقيت ده انك ما تحاولش تخليه وسط مجموعه كبيره من الطيور، ويفضل انك تعزله وتخليه لوحده في مكان تاني مستقل، ولكن انا مش حابب اعمل كده لان العصفور دوت من النوعيات الحساسه، او العصفور ده بالذات متعلق بالوليف اللي معاه وانا مربيه، ده انتاجي فربنا كرمني منه الحمد لله على من انتاج على مدار اجيال، فانا عارف العصفور ده لو انا نقلته في مكان تاني حالته الصحيه هتسوء او حالته النفسيه هتسوء. ما تستغربش العصافير فعلا عندها حالة نفسية وبتحس وبتشعر، وممكن لو بعدت عن الوليف بتاعها وهي تعبانة كمان تمتنع خالص عن الأكل وحالته تتدهور والعصفور يقع مني لا قدر الله، فعشان كده أنا سايبه مع الوليف، ولكن ده طبعا يعني ده كده مغامرة وخطورة، يفضل طبعا أنقله في مكان يكون مستقل خاص بالعلاج بيه. أأكل كل قد إيه؟ بالنسبة للحالة المرضية اللي موجودة قدامك دي أنا بأكل وجبة كل 12 ساعة. طيب أأكل
الزغاليل، لو انا باكل زغاليل بقى، وده لو كان زغلول اكل كل قد ايه؟ اكل كل ما العصفور ما يهضم الاكل. طيب في الحاله المرضيه دي اكل قبل الحقنه ولا بعد ما اديله الحقنه والعلاج؟ الافضل بعد العلاج. ليه؟ لان لو انت اكلته والاكل في الحويصله بتاعته وانت بتاكل، العصفور بيقعد يفرك ويقعد يتحرك كتير في ايديك، فممكن مع الفرك بتاعه دوت لا قدر الله يرجع الاكل، فالاكل يجي لا قدر الله في المجرى بتاع التنفس، فتخسر العصفور بتاعك. حاجات بسيطة بس بتفرق معاك كتير. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، ما تنساش بقى تدعمنا باللايك على الفيديو وشير عشان غيرك يستفاد. اسيبك على خير، في رعاية الله.